اهلا بكم حلقه جديده من هاني مريان في بلاد الامريكان، والجوله سريعه في باسكو. هاخدكم جوله سريعه اوريكم ايه الحاجات الكيتو اللي ممكن تشتروها من جوه باسكو، وتعالوا نشوف مع بعض. دلوقتي جزء السمنه لو بصيتوا هنا هتلاقوا مكتوبه ايه، كيتو فريندلي. ده زي السمنه الحلوب بتاعت مصر، هي هنديه، حتى شايفين كتابه بالهندي. دي مش غالية، كانت مريان قالت عليها قبل كده في موضوع الشوبينج. دي في 1899 سمنة حلوب زي بتاعت مصر، وهي كيتو فريندلي. دي من الحاجات اللي ممكن تشتروها في الكيتو، لان طبعا كلها دهون طبيعية، كلها ما فيهاش كارب طبعا خالص، زيرو كربوهيدرات، وطبعا كمية الفات اللي فيها ده اللي انت محتاجينه. ودي عاملة زي السمنة الحلوب بتاعت مصر، سمنة البلدي بمعنى أصح، أو ما أعرفش السمنة الحلوب زي السمنة البلدي ولا تختلف، بس ما علينا. دي طعمها زي طعم السمنة الحلوب. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تشتروها من كوسكو. الحاجة التانية اللي هو الكوكونات أويل. الكوكونات أويل ده هيبقى الفريندل بتاعك برضو. الكوكونات أويل ده من ضمن الحاجات المحببة جدا في الكيتو، ممكن تعمل بيها القهوة، وهعمل حلقة ازاي تعمل حاجة اسمها اللي هو بوليت بروف كافي، ممكن تضيف عليها الكوكونات اويل دي. برضو زيرو كربوهيدرات، وكمية الفات مع نفس طبعا زي الحلوب بالظبط. فانتوا ممكن تشتروا الاثنين، واحدة تخليها للقهوة وواحدة تخليها للأكل، يعني دي تخليها للقهوة وحاجات تانية تعملها بيها. وهوريكم برضو الكيتو بامب بعمله بالكوكونات اويل، هعمل لكم حلقه برضو عن الكيتو بامب. ادي الكيتو من ضمن الحاجات اللي تقدر تشتروها هنا، الكوكونات اويل، وبرضو مش غاليه قوي، 1399 14 دولار. من ضمن الحاجات الكويسه جدا للكيتو الملح اللي هو بتاع الهيمالايا، ملح الهيمالايا هنا في كوسكو برضو. الكميه دي كلها ب$6.70 او $6.69 ما علينا. يعني دي ملح الهيمالايا، كمية الصوديوم فيها مش عالية، لأن هو ده ملح بيتعمل من جبال الهيمالايا أو بيتاخد من جبال الهيمالايا. ومن ضمن الحاجات اللي هتدي لك، يعني أنت لما بتيجي تعمل كيتو، في بداية الكيتو بتفقد سوائل كتيرة، فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تستخدمها علشان تدي لك السوائل دي. ده محبب جدا في الكيتو، ملح الهيمالايا، وبلاش من الملح العادي، بلاش تجيبه من الملح العادي ده. الملح العادي ده $1.30 ولا 40 سنت، بلاش منه، خليكم في ملح الهيمالايا اللي جنبه ده. ده من ضمن الحاجات المحببة جدا في الكيتو. بعيد عن السمنة الحلوب اللي انا وريتها لكم، جميع انواع الزبد اللي هنا في كوسكو، جميع انواع الزبد دي كلها جراس فيد، او اللي هو ان البقرة بتتربى على اكل الحشيش بس. ده كلها جراس فيد، دي هتبقى غاليه شويه، دي $13. في طبعا الزبده العاديه بتاعه كاسكو دي اللي هي بالصولت، دي سولتد، دي فيها ملح، وفيها الان سولتد اللي هي دي ما فيهاش ملح. برده كل ده محبب في الكيتو. ودي برده نوع تاني من الجراس فيد فات باتر، اللي هو الزبده الجراس فيد دي سولتد، والثانيه ان سولتد، يعني دي مش ما فيهاش ملح وانسلطت، ودي فيها ملح. كل انواع الزبد دي من الانواع الحلوه اللي ممكن تجيبوها في الكيتو لو انتوا بتحبوا الزبد. وما ننساش الزيوت بقى، الزيوت، زيت الزيتون، ادي زيت الزيتون $2 ب$21 تقريبا، الوحده ب$10 او 10.5، مش وحشه خالص. الناس اللي بتحب زيت الزيتون، في نوع تاني ب$13. انا طبعا ما اعرفش الفرق ما بينهم، بس يعني مش خبره قوي في الموضوع ده. ده $13.70. في $14 نوع تالت، كل زيت الزيتون ده اغمق من ده، فهو اكيد يعني تبع الاكسترا لايت، ده لايت، ده خفيف عن ده. ده $13. كل انواع زيت الزيتون، او حتى زيت الافوكادو مثلا، ده اوليف اويل برضو،
ده نوع تاني extra virgin olive oil. ده نوع خامس ولا سادس ولا مش عارف كام. ده انواع كل انواع زيت الزيتون. في almond oil ممكن almond oil حاجة من الحاجات اللي بتبص عليها برضو كويس مش وحش. ده جديد برضو اول مرة اشوفه almond oil. ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تشتروها في الكيتو لو انت حابين almond oil ده. في نوع تاني واخير اللي هو افوكادو اويل. افوكادو اويل برضو من النوع الانواع المحببة في الكيتو لو انتوا حابين الافوكادو اويل. انا طبعا ما جربتوش عشان كده ما اقدرش اقول لكم ايه طعمه ولا حتى الالمند اويل. بس زيت الزيتون طبعا كلنا عارفين زيت الزيتون. بعد كده غير كده لا الزيوت التانية كلها لا. حاجتين في الايل ده يعتبروا من حاجات الكيتو. الالمند فلاورز او اللي هو دقيق اللوز. الكارب فيه برضو مش كتير قوي لو احنا خدنا نسبه تناسب. بس هو ده بديل للدقيق العادي وممكن نعمله. في وصفات كتيره على النت ازاي تعرف تعمل عيش من الالمند فلاورز ده عن تجربه. هو طبعا ازاي التست بتاع العيش بس يعني حاجه بديل ليها. في ناس كتيرة بتعمل وصفات تانية بتقول ان طعمه طعم قريب طعم العيش يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي تقدر تشتريها من كوسكو بالنسبة للكيتو. الحاجة التانية في نفس الايل ناس كتيرة بتسأل بتقول ان عشان كيتو مفيش سكر في الكيتو. في نوعين سكر. نوع بجيبه من وول مارت ونوع بجيبه من هنا من كوسكو. الكيتو في نوع معين من ليه للسكر اللي هو التروفيا. تروفيا دي من انواع الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها في الكيتو لانه معمول من الستيفيا ليف او النبات معين اسمه الستيفيا. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تستخدمها في الكيتو. والسكر التاني بتاع وول مارت هبقى لما اوصل يعني لما نوصل نصور في وول مارت هبقى اوريه لكم. من ضمن الحاجات اللي بصراحة أنا اكتشفتها لأول مرة نوع معين من السكر معمول للكيتو هو اسمه كده. وده من ضمن الحاجات هو مكتوب هنا كيتو أبروف. هو 4 جرام كارب 1% لأنها 4 جرام شوجر الكهول. واللي بعد كده هنقول شوجر الكهول بيبقى بيتحسب كأنه مش سكر عادي أو الكارب بتاعه ما بيبقاش حاجة مضرة للي في الكيتو. فده أنا الصراحة ما جربتوش لسه بس أنا سمعت عنه كتير إنه كويس. وهو شكل السكر كده وطبعا سايد. ده هنا في كوسكو ب 899. اللحوم بقى بالنسبة للكيتو اللي أنا بحبذها لو أنتوا عايزين داني. طبعا الداني ده أكتر حاجة محبوبة في الكيتو. أدي الداني بتاع كوسكو الراتل بتاعه ب 14 دولار الداني اهو. بس انا بفضل العكاوي. العكاوي يا جماعه اللي حابب يجيب عكاوي اهي 7 دولار الراتل اهي قدامكم. يعني دول هم كيسين. دول هم كيسين عكاوي تقريبا 28 27 دولار دخل على 4 راس يعني. اكاوي او اللي هو دي الجاموسه بمعنى صح. ده احلى حاجه ممكن تاكلها في الكيتو العكاوي. يعني نسبه الدهون كبيره فيها و يعني هتغذيكم بمعنى اصح. في ريبس اهو اللي هو البيف ريبس اللي هو الاضلاعه برضو من ديها من ضمن الحاجات الحلوة. هي غالية شوية برضو 8 دولار يعني مش غالية قوي مثلا دولار زيادة. وفي كمان غير دي الريش اللي هي لحمة الخروف اللي بقول لكم عليها. دي الريش في لحم الضاني بقى اللحمة العادية غالية شوية يعني 6 دولار الباوند بتاعه. يعني الكيس ده كله 35 دولار. بس يعني think about انك انت مش هتاكل الكيس كله يعني انت هتقطعه لو انت بس اللي بتعمل كيتو او انت بس اللي بتعمله كيتو.
وده نفس الشيء مع الضاني. لو العيلة كلها ممكن يقضي مرتين او مرتين طبختين كيس وكيس، لكن لو انت وحدك بس ده ممكن يقضيك، او انت لوحدك بس ده يقضيك المدة بمدة كبيرة يعني. فمن ضمن الحاجات دي، لانك انت عشان انا اتكلمت قبل كده على التوفير في الشوبينج وكده، فانا بتكلم عامة الكيتو. في ناس كتير بتفتكر ان الكيتو ممكن ما يوفرش وانه حاجاته غالية. انا هثبت لكم بدليل القطع بعد كده في حلقات تانية ان الكيتو مش غالي، بالعكس يمكن هتوفر اكتر من لما ما بتعملش الكيتو. ومن ضمن الحاجات الكيتو اللي هي الكورنفلاور رايس، وهي عبارة عن الأرنبيط طبعا بس معمول بطريقة معينة بحيث انه يبقى شبه الرز، وهو هنا في كاسكو في 11 دولار. يعني هو هنا لو بصينا هنلاقي الكورنفلاور رايس، وانا بحاول اشوف ال 5 جرام كارب which is يعني 7% أو 2% actually 2% بس 5 جرام كارب is not bad. يعني هو عبارة عن قرميته، هو الكارب اللي هو من الخضار ده ما بيعتبرش اللي هو الكارب الوحش. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا نحسبها. اهم حاجة في الافوكادو لما تيجي تشتريها ما تشتريش الافوكادو الاخضر. شوف الفرق ما بين ده وده، الفرق ما بين ده وده، ده البايب اللي هو ready to go، يعني هو جاهز انه يتاكل، هو بيبقى كريمي من جوه اول ما هو سهل جدا في التقشير وكده. لكن ده بيبقى لسه اخضر مصدر لسه ناشف، ما تعرفش تعمل منه اي حاجه. فعشان كده لما تيجي تنقوا الافوكادو بتنقوا الطري منه، وكمان في حاجه الطري واللونه اسود، لونه اسود كده. فبص كده ده طري جدا ريدي تو جو لو انتم شايفين ازاي بتتعمل، لكن ده هارد قوي ناشف قوي ما تقدرش تعمل منه اي حاجه. الافوكادو من انواع الفواكه اللي بتطيب من بعد ما بتقطف، يعني زي مثلا زي الموز كده وهكذا. فنصيحه ليكم لو اشتريتوا اي افوكادو خضراء بالشكل ده بتسيبوها من بره الثلاجه على درجه حراره معينه يعني، وبعد كده هي بتطيب لوحدها، هي بتتحول للون ده فبتبقى جاهزه للاكل. انا حاجة من الحاجات اللي هي الكيتو اللي ممكن تشتريها من كاسكو اللي هو البروتين شيك ده او الميكس شيك ده، اسمه كيتو واللي هو كولاجين بروتين باودر. ده ممكن تستخدمه في الكافي بتاعك، تحط مثلا معلقة منه. هو شوكليت، ده التست بتاعه. هو معمول طبعا، هو الاسم بحاله كيتو، هو غالي شوية ب 30 دولار، وده ممكن تقعد معاك شهر يعني تقريبا دولار في اليوم. فيعني الكربوهيدرات فيها بسيطة جدا 3 جرام، وانت مش محتاج اكتر من معلقة واحدة على القهوة او على الماي لو ما بتحبش قهوة ولا اي حاجة انت بتشربها. انا سمعت كتير عنه انه كويس جدا. طبعا في الكولاجين، والكولاجين دي من ضمن الحاجات اللي بتساعد اميون سيستم بتاعك وبتساعد الحاجات دي، وبتساعد انك انت كمان تلوك يانج. فيها كمان اللي هو ام سي تي اويل اللي هو كوكونات اويل، بس اللي هو ام سي تي اويل ده مستخلص من الكوكونات، ولا معروف ان هو بيساعد جدا في الكيتو. هوريه لكم دلوقتي لو انتم مشيتوا معايا هنا خطوتين هتلاقوه على التوب شيلف في كاسكو برضو، حاجه اسمها ام سي تي اويل ب 23 دولار. هو غالي برضو على العلبتين دول، وده ممكن انت تحطه على القهوه زي كده، بدل ما تحط مثلا كوكونات اويل العادي تحطه على القهوه، تحطه على السلطه، تطبخ بيه لو عايز كافي شيكس دريسنج كوكينج، يعني في شامل كل حاجه. ومن ضمن الحاجات اللي بتساعد جدا في الكيتو وبتساعد تطلع الكيتوسيس اللي هي بتساعد على حرق الدهون، الام سي تي اويل هنا ب 23 دولار. ساعات بينزل على ام سي بينزل على تخفيض يعني وحاجات زي كده. برضو لو شفت اوفر شويه او حولنا الناحيه دي هنلاقي حاجه هنا اسمها فات او جرين تي فات برنر،
ممكن ناخدها ان احنا تساعد ان انكريز الميتابوليزم بتاعتنا او سرعه الحرق عندنا. ممكن نجيبها هي هنا ب $15.5 برضو بتنزل ساعات على تخفيض. طبعا الاسعار شويه انا عارف ان بالنسبه للناس, بس الكيتو عامه هو بيبقى غالي. في حاجه من الحاجات اللي برضو ممكن تساعد في الكيتو اللي هو الابل سايدر فينيجر, اللي هو مش عايز يشربها شرب ممكن ياخدها حبوب. ابل سايدر فينيجر اهو, او ده من ضمن الحاجات اللي بتساعد جدا انكريز جدا الحرق لو انت خدته على الريق. انت متهيالي تاخد ليك مثلا 3 حبات في اليوم او حاجه زي كده. انا مش هنا مكتوبه تو كويك ريليس فاندز ديلي, 2 في اليوم ويز ميل لازم تاكل. وانا ويز ميلز, بس انا بفضل حبيتين 3 مرات في اليوم. يعني انت ممكن تاخد 6 وحدات من دي في اليوم. انا بفضلها من قبل الاكل, لاني بتاخد حبيتين اول حبيتين قبل الاكل لان فعلا بيساعد على حرق. وكده يبقى احنا خلصنا الحلقه النهارده والجوله السريعه على حاجات الكيتو. يا رب تكون الحلقه عجبتكم او تعجبكم, وان شاء الله لو كل ما يكون في حاجه جديده او اي حاجه جديده او اكل جديد او وصفه جديده للكيتو مش هتاخر عليكم فيها. سلام.